اشتقنا لكم ومن طول الغيبات جاب الغنايم. أقل من 24 ساعة وينطلق ليب، وإحنا بالمراحل الأخيرة لتجهيز مشاركتنا في ليب. واللي ما يعرف، ليب هو أكبر معرض تقني في المنطقة، وسجل أكثر من 172 ألف زائر بالعام الماضي، ومتوقع هالسنة يكون أكثر. الآن دخلنا القاعة ولبسنا سترة العمل حتى نشوف التحضيرات الأخيرة للجناح. الشباب والبنات موجودين لتجهيز اللحظات الأخيرة، وهذه فاطمة معاها فيصل يجهزون كل شيء للعارضين قبل بداية المعرض. مشاركتنا هالسنة نعرض أبرز أعمال علم ومنتجاتها ومشاريعها اللي ساهمنا فيها حتى تكون حياتنا ذكية، لأن كل منتج من منتجات علم موجودة حتى تسهل حياتكم. العارضين اجتمعوا ليأخذون جولة، وكل عارض الآن يشوف مكانه حتى نكون جاهزين لاستقبالكم. نشوفكم بكرة بمعرض ليب.